المشهد السياسي، شد وجذب واجتماعات ولقاءات لتنتج تفاهمات واختيارات، وبنسبة كبيرة قد أنجزت، إلا الكتل الشيعية والتي ما زالت بنفس المكان لتبقى ما بين رافض ومتمسك. أعتقد أن الكتل المكون السني اتعظت من التجارب السابقة ولملمت شتاتها مبكرا واختارت من يمثلها في البرلمان ومن يمثلها في الوزارات، وهو الأمر الذي لم يحدث في الكتل الشيعية باعتبار أنها الوريث الشرعي لمنصب رئيس الوزراء، وهو أمر يعني يكاد يكون محسوما لها. لكن المشكلة أنها كل دورة انتخابية تحدث فوضى داخل مكون الكتل الشيعية على اختيار رئيس الوزراء. لكن لاحظ تجاذبات سياسية بين بعض الجهات السياسية حول منصب رئاسة الوزراء، هذا شيء لا يخدم المواطن الذقاري وأيضا المواطن العراقي بشكل عام. الكل يسعى إلى تشكيل حكومة عراقية بأسرع وقت ممكن حتى ينعم المواطن بخدمات. ويرى المراقبون إن هذا التأخير ليس بمصلحة المواطن، وفيه صبغة شخصية وتمسك برأي. للأسف التحالف الشيعي يعني خلاف التحالفات الأخرى لم يحسم أمره لوقتنا الحالي. الأيام تمر والأشهر تمر، وبالتالي هذا كله يعود بالسلب على المواطن باعتبار لا يوجد رئيس وزراء ولا لا توجد حكومة لتقوم بأعمالها. كثير من الأعمال معطلة اليوم بانتظار تشكيل الحكومة. ما بين مثلث المصالح التوافقية والأغلبية والمصلحة الشخصية، تم اختيار جزء من الحكومة وتبقى الحكومة التنفيذية معلقة، ويبقى المواطن يتأمل وينتظر وهو المتضرر الوحيد. لقناة وان نيوز، سارة شنون، الناصرية.